أهلا بيكم، معاكم شاهينة سليمان من برنامج بالعربي على راديو 89.0 من هاملتون. احتفل المسلمين في نيوزيلندا يوم السبت اللي فات أول أيام عيد الأضحى المبارك، عاده الله عليكم جميعا باليمن والبركات، واتمنى من الله أن يدوم عليكم الصحة والعافية والفرح، وأن يرفع البلاء عن باقي بلاد العالم إن شاء الله. طبعا مش هننسى ان اول فقرتنا هي دعم المشاريع العربية في نيوزيلندا، والنهاردة جايب لكم كذا مطعم عربي في اوكلاند. اول مطعم معانا النهاردة هو مطعم ارابيسك، طبعا من الاسم باين ان هو عربي اصيل. مكانه موجود في كي رود في اوكلاند، ده مطعم مصري بيقدم اطباق مصرية جميلة زي المحاشي والمشويات وكمان الحلويات، ومش بس أطباق مصرية، لأ ده كمان ضاف على المنيو أصناف تانية جميلة جدا. تفاصيل أكتر عن المطعم ادخلوا على صفحتهم على الفيسبوك Arabesque Restaurant Auckland، هتلاقوا تفاصيل كتير، وهتلاقوا كمان العنوان بتاع المطعم موجود على الصفحة بتاعتهم. روحوا وجربوا الأكلات الجميلة وقولوا لي رأيكم. تاني مطعم معانا النهاردة وهو Zeta Greek Kitchen، مكانه في ويستفيلد مول نيو ماركت. طبعا المطاعم اللي انا بتكلم عليها دي كلها موجودة في اوكلاند. ده مطعم بيقدم اطباق يونانية واضاف عليها كمان اطباق شرقية، وكمان الكنافة النابلسية بيتقال فيها حكايات. عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر عليهم ادخلوا على صفحتهم على الفيسبوك زيتا جريك كيتشن، هتلاقوا تفاصيل كتير، وكمان هتتفرجوا على الأطباق بتاعتهم وأشكالها، وطبعا الطعم باين من الصورة. روحوا زوروهم واحكولي تجربتكم. تالت مطعم معانا النهاردة هو كباب كينج، ده موجود بقى في أكتر من مكان، موجود في سانت لوكس مول وأي تي يونيفرسيتي ويستفيلد مول ويست سيتي مول قصدي وبارنل ستريت وغيرهم من الأماكن. طبعا عشان تعرفوا عناوين الاماكن بالظبط ادخلوا على موقعهم، قصدي صفحتهم على الفيسبوك كباب كينج اوكلاند، هتلاقوا فيه تفاصيل كتير، وهتلاقوا ليهم موقع كمان عليه جميع العناوين بتاعه الاماكن بتاعتهم. طبعا من الاسم عرفنا ايه الاطباق اللي بيقدمها، وهي سندوتشات الكباب اللذيذه، ومش بس سندوتشات كمان وجبات. روحوا جربوهم واحكولي عليهم. آخر مكان معانا النهاردة هو مش مطعم، هو كافيه اسمه تريكس نايت كافيه، ده بيقدم مشروبات ومشويات وغيرهم من الأكلات السريعة الجميلة، وكمان عشاء الشيشة أو الأرجيلة هيقدروا يستمتعوا جدا في الكافيه ده لأنه له طابع عربي جميل. مكانه موجود في جريت نورث رود. عايزين تعرفوا تفصيل أكتر عن الكافيه ادخلوا على صفحتهم تريكس نايت كافيه اوكلاند، هتعرفوا تفاصيل كتير. تريكس TRIX نايت كافيه، ادخلوا عليهم هتلاقوا العنوان بتاع كمان الكافيه، وهتلاقوا تفاصيل كتير عنه، وان شاء الله تروحوا وتستمتعوا في المكان. كده خلصنا الجزء الخاص بدعم المشاريع العربية، نيجي بقى للجزء الجميل وهو الفسحة والمعلومة. بما ان بدأت الفقرة بدعم المشاريع العربية في اوكلاند وقلت لكم على المطاعم الجميلة اللي فيها، هكمل معاكم الرحلة من اوكلاند عشان تقدروا تقضوا يوم جميل ان شاء الله. المكان اللي هتروحوه النهاردة هو مصنع السكر. هو فين مصنع السكر ده وايه المميز فيه؟ المكان موجود في شمال اوكلاند في منطقة بيركنهيد. المصنع هو تشيلسي شوجر فاكتوري. تشيلسي مش دي الماركة اللي بنشوفها في السوبر ماركت؟ ايوه هي دي، ليها مصنع وفي حاجات كتير تقدروا تعملوها في المصنع. طيب هنعمل ايه بقى في المكان ده يا شاهيناز؟ احكي لنا كده. المكان في منطقة العاب اطفال، كمان في كافيه بيقدم اصناف روعة جدا، طبعا كلها مش حلال، فلازم لما نروح هناك نسأل ايه الحلال وايه اللي مش حلال عشان نتأكد ونقدر نستمتع بالأكل الجميل. كمان الكافيه نفسه ومنطقة الألعاب بتبص أو بتطل على الهاربر بريدج بتاع أوكلاند،
يعني مش بس هنستمتع بوجبات جميلة، لا ده احنا كمان هنتفرج على منظر حلو واحنا قاعدين بناكل. وكمان في منطقة صغيرة للألعاب للأطفال جوه المكان نفسه، يعني مغطى، يعني لو في يوم مطر تقدروا انكم تستمتعوا انتوا أطفالكوا في المكان. كمان في تورز داخل مصنع السكر، انكم هتلفوا تاخدوا تورز كده تتفرجوا على السكر بيتعمل ازاي وكل الخطوات. سعر التذكرة بتاعته $25 للبالغ و $12.5 للأطفال من سن 5 سنين ل 12 سنة. للأسف الأطفال اللي أقل من 5 سنين مش مسموح إن هم يدخلوا التورز دي علشان الأمان في المصنع، وعشان الأمان للأطفال، علشان ده مصنع بيكون مفتوح وكده، فالأقل من 5 سنين مش مسموح ليهم إن هم يروحوا التورز. هتلاقوا تفاصيل كتير كتير على موقعهم إن شاء الله لو chelsea.co.nz، كل التفاصيل من حجز الـ لو حجز في مطعم أو الكافيه أو كمان حجز التورز أونلاين. كده الناس اللي حابة تيجي زيارة على أوكلاند تقدروا تعملوا رحلة جميلة لمصنع السكر، تستمتعوا بفطار خفيف مع منظر رائع، وتختموا رحلتكم في مطعم عربي جميل من المطاعم اللي قلتلكوا عليها. كده وصلنا لآخر فقرتنا، أتمنى أنكم استمتعتوا بيها معايا، وأشوفكم الحلقة الجاية من برنامج بالعربي على راديو 89.0 من هاملتون. كانت معكم شاهيناس سليمان، شكرا لكم.